على الرغم من مشيلته السنوات الماضية من تراجع للمستوى العلمي للطلبة بسبب الظروف الأمنية التي لحقت بأغلب المحافظات العراقية ومن بينها محافظة صلاح الدين، إلى أن هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات العديد من الطلبة الذين حققوا مستويات عالية يفخر بها الكثيرين، مما دعا الأوساط العلمية والرسمية إلى تكريم هؤلاء الطلبة لتحفيزهم. تكريم يعني الهواية لأن جاء من معاناة وتعب وسهر وقراية، ومرات واحد يتعثر وينجح يعني للهواية، وأهم شيء رفعت رأس أمي والعائلة كلها وكلها فرحت بيها. طبعا فتشي شعور حلو، كلش حلو شعور بعد تعب وسهر وفترة يعني كلش صعبة علينا احنا الطلاب، بعد جهد يعني لازم بجهد احنا نطلعها، وطلعنا بجهد وتعب طلعنا هذا المعدل، شعور حلو. كل من أتمنى كل طالب هيك يعني يروح بتفوقه وباجتهاده هو ويحصل الكلية اللي يريدها، و يعني كلش حلو. طلعت 97.14 97.14. شنو اللي قبول اللي طلعتي؟ كلية الصيدلة. أكيد هذا التكريم هو دليل على اجتهادنا وحرصنا ودراستنا، وإحنا فخورين أكيد بيه مهما بلغ المعدل. المهم مجرد ما طلعنا إحنا من 90 و89 فما فوق، ودليل السهر والحرص والدراسة. شكرا للمدرسات وشكرا للمديرة ست حليمة، كل المدرسين. لجنة التربية في المجلس المحلي لمدينة سامراء ثمنت الدور الأسرة التربوية في المدينة لدورها في تشجيع الطلبة والحصول على مراتب متقدمة، وسط دعوات إلى الحكومة الاتحادية إلى دعم الطلبة الأوائل في جميع المحافظات العراقية ومن بينها محافظة صلاح الدين. احنا كمجلس محلي وانا كرئيس لجنة التربية أبارك وأثمن للأسرة التربوية اللي هي من المديرة والمدرسات، وبالمناسبة يعني حتى كرمناهم كمجلس بكتاب شكر منا على الحكومة، وأن إن شاء الله من بدايتها أن تكون بداية خير للعراقيين وللعالم أجمع، وتكون فاتحة خير لهؤلاء الطلبة. معدلات مرتفعة للطلبة الخريجين من المرحلة الإعدادية وجهود قصوى بذلها هؤلاء، لكن أغلبهم تفاجأ بمعدلات القبول المركزية العالية جدا والتي حطمت طموح العديد منهم بحسب مختصين. من صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.